ليش بياع الجراير لهلأ ما أجا؟ حسيته تأخر لأني ناطرة نتيجتي. وينك بنتي بونام؟ ليش تركي النار قوية تحت وواقفة على الشباك هيك؟ لا تخافي، هلأ بتوصل الجريدة وأكيد رح تكوني ناجحة. على أساس بتفرق معن إذا نجحتي أو لا، بس بتفرق كتير إذا طعمة الشاي تغيرت، لأنه ما حدا هون بيسكت على شيء أبداً. لهيك أنا دائماً بقلك ركزي على شغلك ولا تشردي بنوب. ماشي. روقي روقي، خليني شوف طعمته. كتير طيب وأكيد هو رح يحبه، ما في أشطر منك بعملانه. ومو بس هو، أي شي بتعمليه شاطرة فيه. روقي أنا رح شيله. يلا روح البسي أنتي. بعد ما وصلت تذكرت المكنسة. ليك مداف، ناولني المكنسة. لا توقف مثل الأهبل وتطلع فيني. يلا لشوف هاتها بسرعة. ما حدا رح يناولك شي هالمرة يا ابن حماي، لأن بدك تنظف خزان المي لحالك. طيب شو بيصير يعني إذا ناولني إياها؟ عمي طلب منك تنظف خزان المي، بلكي بيخف وزنك شوي. يلا بسرعة، النزلة وطلعة بيفيدوك كتير. قال شو طلعة والنزلة بيفيدوك؟ أنت عملتي هالشاي؟ إيه عملته بإيدي. قد ما حاولت وتدربت أنا ما بيطلع معي هيك شاي أبداً. قلي لي شو سره؟ ما في لا سر ولا شي. مايا ممكن تخبريني لما توصل الجريدة؟ أنا بدي أفهم شو هذا الإهمال؟ وين الجريدة لهلأ؟ معلم لسه ما أجا البياع. وانت يعني عم تستناه؟ لازم ألعك من هون بسبب تصرفاتك هي. مايا. نعم. تعي لهون. رح أجيب له جريدة ولو كانت قديمة، لأنه ما بيقدر يرتاح إلا إذا قرأ جريدة كل يوم. شو لوين رايحة بونام؟ انتي ليش عم بتضيعي حياتك وانتي عم تخدميهم؟ شو ما عندك لا شغلة ولا عملة غير تعملي لهم شاي؟ عملي مثل ما رح قلك، حطي له بالشاي شي شغلة طعمه مر، ورجعي روحي خدي له يا خليه يشربه ويغص، وهيك بتخلصي من هالقصة. شو؟ ما عجبتك الفكرة؟ بس أنا كتير بحب أعمل شاي لعمو فولان. إذا هاد الشي اللي بتحبيه لكان ليش عم تتعلمي؟ وصحي؟ مو على أساس اليوم تطلع النتيجة؟ شو صار؟ ما بعرف، بياع الجرايد اليوم ما أجا. طيب أنت ليش خايفة هالقد؟ تعالي نطلع نشتري وحدة. يلا لحظة بس، خليني بالأول أسأل أمي. فيملا ما رح تعترض وأكيد رح تجي تقلك. إيه حبيبتي بونا روحي، بس لا تروحي لحالك، خدي جودي معك. وأنا أكيد رح روح معك. بيصير ما روح معك؟ يعني شو هالحكي هاد؟ يلا يا حلوة، فطورك رح يبرد. رح تضل تعاملني هيك بعد ما نتزوج؟ ما رح تتغير؟ هايا بصراحة كتير بنات قبلك سألوني نفس هالسؤال الذكي هاد، وأنا ماني هيك. لا تقليلي إنك متأكدة إنه حنتجوز أنا وياكي. طبعا متأكدة. أنت بتعرفي إني ما بقدر. لكن قول بصراحة وما تخبي عني شي، شو هو السبب؟ قومي بقى، ما رح نقضيها نوم. يلا، في سبب كتير مهم. شلون بدنا نقدر ونحن بهذا العمر نعيش مع بعض ونفتح بيت ونأسس عائلة؟ بصراحة ما فكرت بهالشي بنوب. بكفي أني بحبك. بس أنا بحبك أكتر بكتير. أنت حبيبة بريم. هايا هذا أخي رجع. هايا هايا وينها هاي؟ بظن نسيت الجريدة تحت بالبسكليت. حلو، منيح اني لقيت هالبسكليت. وقف لشوف، ليش عم تاخذ بسكليتي؟ لوين اخذها ورايح؟ تعال هون. لك وقف، تعال هون، وقف يا بريم اتركها. مو هذا بريم؟ لك بعده، بعده من وشي راكب على البسكليت؟
بعدو اكيد عامل شي مشكله وهربان منا. لك بعدي انت وياها. لك شو بهاد؟ اكيد الفرامات مو شغاله. بعدو بعدي عن طريقه بوناب. بعدو عن طريق. بعدي عن طريقه بوناب. بعدي بوناب. سليمه مرقت. بعتذر بس الفرامات ما كانوا شغالين. يا زلمه كسرت لي ظهري. ظهرك وجعك؟ على مهلك، انا عن جد اسف كثير، بس اوعك انك تحكي شي عن اللي صار هون. اتفقنا؟ انا رح خلي امي تلاقي لك عروس. لا تقول هيك، انا بستحي. ايه واضح واضح. تعال هون. لوين رح؟ ما بدي. انتبه. انتو شو عم تعملوا هون؟ ليش هيك قلبي وشك؟ شو بس ما يكون عجبك هالشب؟ اذا بدك منعرفكن على بعض. لو سمحت اعطيني الجريده لاني تاخرت. هاتي. صارت الجريده اهم مني؟ جاوبيني. ليك ماني رايقت لك، اعطيني الجريده لشوف. عن جد بيهون عليك زعلي؟ بترجاك. انا اللي بترجاك بتسمي لي شوي. بترجاك خليني روح بلا ما اعمل لك فضيحه وصرخ عليك قدام العالم. عن جد شو رايك تضربيني؟ ليك خدي جاهز. عن جد انت واحد مجنون. قولي انك جبانه وما فيك تضربيني، بس شاطره تهددي على الفاضي. مسكين ومغرور. مبسوط بحالك؟ يكون بعون أهلك، صحيح؟ ليش طالع هيك بهالمنظر بدون ما تلبس ثيابك منيح؟ أنت ما بتشبه أبوك بشي. ليكي بونا، خليكي بحالك ولا تتدخلي بلبسي، لأنه أنا معروف أني أكتر شاب أنيق. قديشك مغرور وشايف حالك. أو بدك إلك شغلة؟ طالع بشع وما بتنطق. بونام، نسيتي الجريدة، خديها. شو ما بدك ياها؟ إذا بدك ياها الحقيني. يلا تعي خديها. يلا خديها. هاتا تعال هون. خدي. يلا شو عم تستني؟ يلا خديها. استني، في عليها صورة الممثلة المفضلة تبعي، ما رح أعطيك إياها. بلا غلاظة. يلا طوليها. هاتا لهون. نطي. إياها. إيه نطي. يلا يلا نطي. يلا 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 يلا. شبك خفتي؟ استني، لوين رايحة؟ امشي جودي. لك استني. يلا جودي. ايه لا تمشي، خليكي، في عنا مشوار. بس اذا ما بدك بحرمك من المصروف شهر. يلا اركبي. طيب امسكي هاي. بس ما بيصير نتركها هون لحالها. ليش بقى؟ ما عنا طباع بالشوارع، ما حيصير لها شيء. يا خويفه. ومن شو بدي خاف؟ لكن رجعي لحالك. جودي انتبهي، ما معه فرامات. لا تاكلي هم، بدبر حالي. طب انا كيف بدي ارجع لحالي؟ شفتي شلون خويفة؟ قلت لك ما بخاف من شي. متأكدة من الحكي؟ أنا بعرف شو هو يلي بيخوفك هون. شو هو؟ لكان هو البعبع يلي بيقدر يخوفك.